بقى هو بقى حب، والحب ذو الغرض ينقضي بالقضاء. الدموع تهوي الحب والبسمات العشق. لحظات الحب هي اللحظات التي تخلد في اذهاننا وتحمل كل معاني السعاده، فلا تهجر. فلا تهجر على لحظه حب اشتهى حتى ولو اصبحت ذكرى مؤلمه. الحب تطلع حياه لا يعنيها الا من يعيشها، لا يعنيها الا من يعيشها. الحب تطلع حياه لا يعنيها الا من يعيشها. شيء من الصحة. إيه؟ بجد يا سيد؟ اه والله في شيء من الصحة؟ اه حقيقي. لا مش بتصدق.
حديده بخط غرامي شيق. ارحمني يا رب. سيدة خلاص هيك بقى لنا اكثر من 15 سنه. كدابه في اصل وشك. 11 سنه واربع شهور وتسع ايام نص نص عدتهم. مش وعدك يا عمر. وتفتكري ان 14 سنه وتسع شهور و11 يوم دول فترة كافية علشان نعرف بعض فيها؟ انت اكيد بتهزري. ده اللي قصدي. يا سيد يا سيد عمرك ما فكرت انك تتجوزي تاني يا امل؟ هنتكلم في موضوع الجواز ده تاني يا امل. راح عليها يا سيد. يا سيد ليه شو الحين بنتجوز يا سيد؟ ونقعد نعمل الكشف؟ طبعا يا حبيبتي. امال ما خدتش عقده طلع يا سيد واللي فارسته وقهرني انك عشت وسط رؤيات فاشلة وعيشت دور شيكس بيه وانت اصلا عمرك ما هتبقى زيي. بس كتني كيو بس يا بنت بس يا بنت 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 فوق. سد ودانك. فوق. سد ودانك.
بذنبك. انت ايه اللي اخرك؟ الميكروباص خبط العربية. مقصوم منك افيه. لا ودخل ايد على مكانك الحيوان. قولولي انا اعمل ايه؟ وقفي يا ابن البرية. انصرفوا خلاص. فكرتي يا سيدي؟ فكرتي يا بنت الفقرية. ايه؟ وقررت كمان. فكرتي ايه؟ قررت اني اجي اقابل ابوك المعفن. شو المعفن؟ واتكلم عليك. تتكلم عليا؟ ده معاش ولا فين يا حبيبي اللي يتكلم عليا؟ غلطت في ابويا وقلنا ماشي، غلطت في امي وقلنا معلش يا بنت اخوك الكبير، لكن تتكلم عليا؟ ده انا مش نافر في المنشأة يقدر يتكلم عليا، نافر نافر. ايه ده؟ يعني انت مش همك السبب. انت على ايدك الكبير. انت ايه اللي مشي بك يا مهيبة؟ لا مهيبة يا وشي عشان ما اروحش الشقة؟ لا قول لي انت يا مهيبة. انت ايه يا مهيبة؟ هنا. انا ايه اللي جابني هنا؟ هم العفاريت! العفاريت العفاريه!
غير نفسي كده ليه؟ عادي بقى يا سيد، حطيته في الميه مش حطيته في النار. عادي بقى، انا لسه عارفه من امبارح. ايه يا رامي؟ مفيش يا سيد، احنا متضايقين عشان انت هتتجوز اللي بتحبها، واحنا كل واحد فينا بيموت قبل ما يتجوز اللي بيحبه يا سيد. ده انتوا بتغيروا بقى. لا يا سيد، احنا نغير منك برضه. ده المجنون يا سيد، في حد غير المجنون؟ اصعب حاجه لما تكون عارف نهايتك من بدايتك، ومالكش الحق انك تغيرها. سيد، احنا كل مره مسرحياتنا بتتعرض بنيجي في اخر مشهد وبنموت. علشان شكسبير هو اللي حكم علينا بكده، واحنا ما نقدرش نكسرله كده. اوعى تكون فاكر ان احنا بنبقى فرحانين واحنا بنجسد رواياتنا. كل مره بنحلم بنخرج العرض كده هي الروايه بشكل مختلف، لكن لا يا سيد ما بيحصلش. فبالله هي نفس النهايه، فبطلنا نحلم خلاص. خلاص يا جماعه، انا جت لي فكره. احضروا حضرتوا؟ في حد غايب؟ لا. انا ممكن اخلي كل واحد فيكم يتجوز اللي يحبه. اشرح لكم بس، انزلوا اشرح لكم بس ده بالاختصار الممل. هظهر الادوات اللي بتبرق كل شخصيه، وهغير الخط الدرامي لروايات مع حبة حبكة درامية. لو سمحت المقادير بس عشان المدام معانا. يا ماما في ايه؟ هغير الخط الدرامي لروايتكم، وهظهر الادوات اللي بتفرق كل شخصية مع حبة حبكة درامية على شوية سيمترية، بكده تنتهي روايتكم نهاية سعيدة. يا جدعان ده جاي يحور. يا جدعان تعالوا تعالوا يا سعيد، ما تشدش من حملات. انا عمري طلعت راجل في كلامي. لا ايه؟ يبقى خلاص سيبوها عليا. بجد يا سيد؟ بجد. يلا كل واحد يروح يمرن رياكشناته. يلا يا حضر اكسسواراته. سيد تعال نودي الكرش. تعال نودي الكرش. افتح كرش، نودي الكرش. حلو ده. يلا
تجيبلي سندوتشات مربى ولا زبادي؟ يا سيد ليه ما كنتش احنا الاول؟ ايوه يا سيد ليه ما كنتش بقى احنا الاول؟ ايوه يا سيد احنا الاول بس حب عيب التاريخ. وغير كده يا سيد احنا بنحب بعض عادي يعني. ايوه صح. يا سلام. ايه يا رومي؟ ايه يا روميو؟ يا ابني انت هتفضل طول عمرك منساء كده؟ تابع لمراتك يا ابني، انت لازم تاخد خطوه ايجابيه وتظهر رجولتك، انت لازم تشكمها، اشكمها. خلاص يا سيد، من النهارده مش هبقى خروج يا سيد، وهبقى كينج كونج. ماشي يا ابو الليف. انا قررت يا سيد. ايه؟ ان احنا الاول. انت فاكر نفسك مين؟ هيفوضني ولا اسيب؟ وانا هنا صاحب القرار، ومحدش يقدر ياخد قرار هنا غيري. انت فاهم ولا لا؟ انا ممكن محدش يعرف ياخد ايه ده يضغط عليا، حتى لو كان ده انت مندو. Thank you.
الشيخ. بتقول له بوسني. العب العب طب فيها بوس. انا قلت مفيش بوس على المسرح. يا خساره. يا خساره ايه؟ انا قلت مفيش بوس على المسرح. يلا يلا احنا مش في اتوبيس. يلا كل واحد يرجع مكانه. انا مش عايز قدامي الا روميو وجولييت. اتفضلوا. يا حبيبي انت روميو. انت روميو. يا مش انت. مش انت اللي هتحكم. وانا رومي. لك في سؤال بس مستعصم عليا شويه. لا اتفضل يا صاحبي. انا اول مره اشوف رومي بكرش. انا اول مره اشوف عضل ابيض. ايوه بتهزر. ايوه على طول ما يجيب لك روزالين. روزالين مين؟ هدوس بنزين. حلوه دي. حلوه حلوه. المفروض جولييت بتكون ميت وبيكون المشهد ده. يا سيد عايز اقول لك معلومه صغيره في الروايه. نعم يا حبيبي. هي لسه ما ماتتش يا ابني. معانا عارف. انا قصدي انها بتكون واخده المنور اللي بتخليها تبان قدام اهلها انها ميته. وبيكون المشهد ده في الكنيسه وبتكون جولييت نايمه على السرير. بس اعمل انا دور السرير. يلا مشهد روميو وجولييت. روميو وجولييت. روميو يقف خارجا. جولييت نائم على السرير. يدخل روميو. هابي بيرثدي جولييت. الموت الذي فقد رهيب انفاسه لم يتمكن بعد من تمامه. وما زال جمالك كذلك. وما زالت الحمرة تغطي شفتيك ووجهي بكذب. إني أغضب عليك. لماذا تركتني وحيدا وأنت على يقين تام؟ إنني لا أستطيع عيشا. هنا ستكون اللحظة الأبدية. وسأتخلص من نجمي المشهور. ومن هذا الجسد الذي أعاده الدنيا. انظري. انظري يا عمي الجمال. ووضعي حياتي على أمل. عايزي انا حبيبي واحد ويسيبوا ياكل عيش. عارفه انت لو كنت ركزتي في التفاصيل مع التيتلز ما
انها صحيت. يا سيد يا سيد، عندي استفسار بسيط. ايه هو مين حمار؟ مش ناقصه غباء، هو في غيري. طيب ما انت بتفكر اهو. طب ما تفكر معايا شويه. يعني يا سيد، لو انا صحيت، لو هي صحيت قبل 10 سنين مش هموت. تخيل. خلاص يا سيد، وعد مني هعمل كده كل مره. يا ابني هو بمزاجك انت؟ مكتوب عليك انك تكون حته صلصال، واللي ماسكك بايده يشكلك زي ما هو عايز. شنو اتفقنا ان انا هغير؟ انا النهارده مش هبقى صلصال تاني يا سيد. روميو. نعم حبيب قلبي. اهم حاجه دلوقتي ان احنا نلاقي دافع واحد يخليك تتاخر ثانيه واحده عن انها تصحى وانت تشرب السم. موبايلها يرن تفتحها تلاقيها بيسكول مي. ليه بيسكول مي بقى وحسينه رايحه بقى المملكه وحسينه جايه من الملا وتفتح على الثانيه تلاقي بيسكول مي؟ ايه ليه ليه وتكلفه على الدوله؟ ليه بيسكول مي؟ ليه؟ بس يا ام. سيد انا عندي فكره حلوه قوي. اتفضل. ايوه لو ايه يجيب لي بالون كورنيت احسن ريحه بقى من اسمه احسن. النبي يا ريت تبقى علبتين كده للدب القطب اللي انا متجوز ده. اتفضل بس ما ترفع بطها كده. وها دخنت انا كنت قدها مرتين بس يا مرتين يا جماعه. بس يا ابني الاوبر انا بقى عندي ليك فكره بنت 60 او انت. بص يا سيد، ايه احنا بقى بدل الشغل ده بقى بتاع السم والكلام الفاضي ده نجيب ستين شوبس جول ونكتب عليهم سم معلم ماشي. وبرج رج رج ووب ضربه في حمره واحده كده يقع على الارض بقى الواد رومي بقى ويقعد يتقوه يتقوه. واه ايه وبعد كده لا لايت. ها يا جماعه حد عنده حل تاني؟ انا بصي تعالى حبيبي انت دايما انا عندي حل. اقسم بالله اهو بص فكك الشغل الشمس الجد ده شغل شغل واه. احنا نجيب عصير قصب. ليه بقى؟ عشان لو اكل حاجه هتطري على المعده ولا نجيب فوار؟ اه ما نجيب فوار. ما تجيبش فوار حبتين كتفاصي كده ورج رج 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 يا معلم ووب ومرفع مره واحده لازم الواحد يتصرف. انت جيش قال لك ايه؟ قال لك عايز ست صور وشتين ثلاثه. ما رومي عايشه بالسم. انت ما ماشي بالسم يا سيد.
التمارين تقول لك ايش دلوقتي بتتكهرب. بيقرب عليها بيقرب عليها فبيندهش. لا بيندهش يا حبيبي مش هتشبطها يخرب بيتها. بعد كده بيقرب عليها اكتر بيبص في عينيها بيلاقيها مرتاحه. ايه ده زي بنت بنكوسين احسن منسيه. لا بنت بنكوسين احسن منسيه. بعد كده بيبص في عينيها بيلاقيها مرتاحه بيقرب من بعض بيمسكوا ايدين بعض بيحبوا بعض هيحضنوا بعض. لا لا سيد شيل حكايه الحب دي عشان نتفوق. الرقابه ليه يا عم سيد؟ انا اخد بيت واخش جوه يا سيد. هو فاضي الرقابه. لا يا حبيبي جوه في تشت وكوس اوعى تلعب في الحب. ما تقلقش. ولا متعور ولا ايه ظروفه؟ ايه يا سيد هو عشان ريحته وحشه مش عارفه؟ لا
تقولها. يلا 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 سخن انت تاني سخن خمس دقايق هو ينزل انت تركب على طول. ايه يا جماعه حد عنده حل تاني؟ انا عندي الحل يا سيد. عفوا نسيت الشط. طيب بص يا سيد احنا هنفضل ماشيين بالخط الدرامي زي ما هو لحد ما عمليه بتتجنن. انت يا سيد اتجننت. اتجننت؟ عمليه بتتجنن بتروح تقف على الشط وتقرر ان ينزل من الصف الميه. عمليه بتتجنن. أنت ملكة الدنمارك وقد حان وقت الحساب. أكون أو لا أكون. يا عملت يا عملت يا عملت يا عملت حلو يا لا
اوفيليا بحبك قوي يا اوفيليا. وانا بحبك قوي. وكسوة الكعبة بموت فيكي. وانا والمصحف ورحمة ابوك. انتوا داخلين الحمام امتى؟ حمام؟ انا بس حمام؟ لا 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 الحمامات يا حبيبتي. لا يا حبيبي احنا نروح في بير السلم اللي بقى براحتنا على حد يعدي. ايوه صح. كان بمزاجي على فكرة. روح يا ما تطلع هنا انت. المطلوب بقى ان انا اعمل دور ايميليا.
كل واحد على مكانه. شو مطيت؟ يا لا تأتون متأخرون لأن. أنت بتعمل إيه؟ مش هتدق على بابايا. يلا شوف يلا نقف. سوى معي سيادة محمد
صباح السواح. بقولك ايه؟ شفت فيلم الاتاريك؟ يا بنت بتاع الواد اللي بنتك على فلوكة. يا بنت ما كانت عارفاه مش هو ده بتاع الانسه انا شفت؟ ده العشيري. يا ولي. تعال. بقولك يا ابو السيد احكي لك، خلصنا؟ اه. طب بقولك ايه، عايزك احنا بقى ايه رايح فين؟ يعني يا ابو السيد زي ما انت شايف الحمام مشغول وبين السلم مشغول، فاحنا هننزل تحت السرير. عشان يحب ابو علينا. بلاش عشان احب فيكي. قول لي شريفه اتفضل يا عم. مش فاضل غير صدق. عارف يا انطونيو انا بحبك وبحترمك وبقدرك. ليه؟ علشان انت شخصيه محترمه دفعت عن اللي بحبها حتى بعد ما خنت. والله يا استاذ السيد بنات الفراعنه مش ده، طالما مشينا معاهم لازم نكمل لحد الاخر وندخل المعبد من بابه. انا ما خنتوش، اللي حصل كان صعب عليا. وكان صعب عليا انا كمان يا هاني. انت من اول من اوفرتين المزيكا نزلت وليدك بتخونيني وعارفين واحد الكواليس. انا كنت قصه الاخراج افهم كان غلطه ثانيه. طيب انتوا عايزين تعدوا نوعيتكم دراميا ولا لا؟ طيب بس طيب ممكن نشوف في مشكله دلوقتي في روايتكم. اشمعنى بقى؟ عشان كل الروايات التانية القدر بيلعب لعبته ومحدش بيكون التاني، لكن انت يا كليوباترا كنت فعلا عندنا. انا ما خنتوش. لا خنتيني خنتيني. ايوه النسخة بتاعتك ما كانش فيها مشهد الخيانة. يا عم انا كنت الكابتن الاخراج ارحمني. سيب انا ما خنتوش، اللي حصل كان صعب عليا قوي. وكان صعب عليا انا كمان. ايه كان؟ خنتيني وانت مقصر فيا. لا لا كان صعب عليا قوي. يا موتك يا موت شعب مصر، كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ممكن يصدقك؟ مصر؟ لا ممكن يصدقك؟ لا كليوباترا هي بعت الجيش هيحارب مع الجيش والتاف في عشان مصر، بس برضه علشان الكرسي ما يرحش منها. يا لهوي. ايوه وفيها ايه؟ ما كل المهتم يعملوا كده يرحمني. يا حبيبتي يا حبيبتي. كليوباترا انت بتحب المال. ايوه. وبتحب السلطه. ايوه. وبتحب التمام. ايوه. وبتحب كاست الاخراج. You
الذي يحدث معي بحق الجحيم؟ الإنسان التي أحببتها وعطيتها قلبي تطعنني بخنجر مسموم بيدا، ما الذي جرى؟ لقد أحببتك لفترة كما أحب الورد شروق الشمس، كنت على أتم استعداد أن أمضي بنفسي في الهلاك من أجلها، وفي المقابل تقوم هي بالتخلي عني والتخلي عن الحب الذي كنا نعيش الحياة من أجله. كلماتها لم تعود تسكن القلب، ألم تكون شريان الماء الذي كان يرويني كأشد نهار الصحراء؟ كلماتها أنت إنسانة لم أعرفها، وكلماتها حبيبتي ماذا؟ إنما أنت فلا بد من الانتقام ورد الخيانة والأخذ بالثأر. أدخل كليوباترا لتتحدث مع الآلهة. كليوباترا، لا يوجد كلام أو حديث أتكلم فيه، ارحميني أيتها الآلهة، لقد اخترت المال والسلطة ولكني مخطئة، لا يوجد مال يقدر حبي لأنطوني، أعذريني أيتها الآلهة، أعذرني أنطوني، لأني لم أكن على قدر الحب، على قدر حبك لي، ولم يكن في استطاعتي أن أحافظ على هذا الحب. اشتقت إليك أنطوني، اشتقت لمسة يداك علي، لهمساتك في أذناي، تضمت حضنك. أرجوك سامحني أنطوني، وإن لم تقدر اكرهني، هذه أمنية. والآن وداعا يا أنبل ما خلق على الأرض، وداعا أنطوني. لماذا يا كليوباترا؟ لم يكن أمامي أي خيار. قد سمعت حديثك مع الآلهة، وأيقنت أنك لا تستطيعين الحياة بدوني، وأيقنت أيضا أنني لا أستطيع الحياة بدوني. أرجوك سامحني أنطوني، ولكني لم أقدر منك في الأصل. ولكن ماذا سنفعل مع أوكتافيوس؟ أوكتافيوس، المواجهة هي أسلم الحلول. لا، شرطة يا عادي، كل وقف شرطي يهدي البنجول لبيبي. لا دمع سميلي ولا والسبق شبهت ويسرنجة في العضلة. اعملي استرست على الكلام، استرست على الحروف كمان.
اسم معتم. بس ده احس دور الشمس. عارف ايه؟ انا طول عمري بحلم باليوم ده. الحمد لله. ربنا على صدر لي. انا بحبك قوي. سيد! ايه؟ يلا هياخدنا. يلا بقى. اصرار ان انا اتجوز البنت اللي بحبها، واصرار ان انا اكون مؤلف مشهور، واصرار رد فعل النجاح. انا عارف يا احمد اللي انا مش قادر معاه. يا سيد فوق بقى فوق، امل ماتت من 15 سنه. امل ميتة؟ سيد انت قعدت في المستشفى حوالي سنة ونص، واتعالجت
وخفيت. بس الدكتور قال انك انت لو بطلت تاخد الدواء هترجع لك التهيؤات تاني. امل ما يجي يا سيد، انت كنت مؤلف مشهور وكان عندك شقه كويسه في مكان كويس وكان عندك عربيه كمان وكتبك كانت ماليه البلد، كله راح بموت امل. امل ميته. ايوه ميته. هتقعد امل مش ميته. اهدى اهدى يا سيد. اهدى. انا هثبتك دلوقتي، هثبتك. انا هروح اجيب لك الدواء، الروشته في جيبي، انا ما بشيلهاش عشان دي مش اول مره نقف فيها دلوقتي. لا هنتجوز وهنخلف امل صغيرة كمان. انت موعدني بايه؟ انك تفضل تحبيني طول العمر ومفيش حاجة تفرقنا غير الموت. ولا الموت هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا. احنا روح واحدة بجسدين. سيد، مش انت بتقول ان امل ميتة؟ امال دي تبقى ايه؟ طيب ممكن تاخد الدواء. بتقول ان امل ميتة؟ امال دي تبقى ايه؟ طيب خدي الدواء يا سيد. مش هاخد عدويه. دي تبقى ايه؟ مش هقعد. دي تبقى ايه؟ انا مش شايف عنده الدواء. انت مجنون. امل ايه؟ خدي امل. والله العظيم امل مات. طب انت كلميه، قولي له، قولي له اي حاجه، قولي له اي حاجه. وعدتك مش هتسيبني يا سيد. وحياه امل ما هتسيبك. يا اخي ارحمني بقى، ارحمني وارحم نفسك. حرام عليك اللي انت بتعمله فينا. لا استنى، ما تمشيش، ما تثبتيش كلامه، ما تثبتيش اني مجنون، اثبت انك عايشه. لا يا سيد، انت مش عارف تثبت لي انا، انت عاوز تثبت لنفسك انت بس. بس ده مستحيل، لاني امل في خيالك انت وبس وملهاش وجود. Thank you.
عندي واحد صاحبي كنت بحبه قوي، كان دايما بيقول لي الموت هو النهايه، بس للاسف يا سيد للاسف هو مش مصدق دلوقتي كده. الروايه اللي انت بتتكلم عنها دي انت بتشوف نفسك انت وامل مكان الابطال، انت مش عاوز تغير نهايه الروايه، لا انت عاوز تغير قدر ربنا. سيد امل ماتت وربنا خلاص حط نص النهايه لحياتها، انت بقى ادعي لها، ادعي لها يا اخي يمكن ترحمها. انا ماشي يا صاحبي، بس هاجي اطمن عليك بكره في نفس الميعاد الساعه 6. يا امل ميتة بقالها قد ايه؟ 15 سنة. 14 سنة وتسع شهور و11 يوم.
بيقول شيكو. شيكو سليم من السبتية. بطولة مصطفى بهنازي.